اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع حصاد لاخبار القوات المسلحه خلال الاسبوع. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي برئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي موسى فقيه، وذلك لبحث علاقات التعاون المشترك خلال زيارته مصر. واكد وزير الدفاع اعتزازه بعلاقات الشراكه الاستراتيجيه التي تربط القوات المسلحه المصريه ومفوضيه الاتحاد الافريقي في مختلف المجالات، خاصة في مجال قوات حفظ السلام بالقارة الأفريقية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد موسى فقيه رئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الأفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الأفريقية. وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضة الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات، خاصة في مجال قوات حفظ السلام بالقارة الإفريقية. من جانبه أكد رئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط مفوضة الاتحاد الإفريقي والقوات المسلحة المصرية. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بمصر. واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق، فضلاً عن تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق، فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.
تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة. حضر التدريب الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار لوران ليربيت نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية. واصلت القوات المسلحة أعمال التطهير والتعقيم الوقائي ضد فيروس كورونا بمختلف أنحاء الجمهورية، كما واصلت القوات المسلحة توزيع الكمامات الطبية في الميادين والمناطق الحيوية وفتح المناطق التي تقدم الخدمات الطبية للاطمئنان على المواطنين. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استمراراً للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم مواقف النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يومياً. كما شملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البري بالترجمان ومحطة ركاب النقل الجماعي بالقللي باعتبارها مقصداً رئيسياً لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن انتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المباني، فضلاً عن تطهير عدد من الأتوبيسات التي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك لضمان سلامة المواطنين للحد من انتشار الفيروس. كما تم تطهير محطتي مترو جمال عبد الناصر وأحمد عرابي من خلال أطقم التطهير المحمولة. وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع المسقات الطبية في الميادين والمناطق الحيوية، فضلاً عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التي تقع في نطاقها. إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأهم وأبرز أنشطة القوات المسلحة خلال الأسبوع. شكرا لكم.